في 2 يونيو أعلنت الأمم المتحدة توصل الأطراف في اليمن إلى اتفاق لتمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر تطبيق زوم السيد آدم روزفلت الباحث في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. أهلا بك سيد روزفلت. سيد، اليوم الرئيس بايدن رحب بالاتفاق على تمديد هدنة اليمن ودعا إلى جعلها دائمة. هل ترى الولايات المتحدة أن باستطاعة هذه الهدنة الصمود والبناء عليها لحوار يفضي إلى حل دائم للحرب اليمنية؟ بداية أود أن أشكركم على استضافتي، خاصة للحديث عن هذا الموضوع في هذا اليوم التاريخي الذي أعتبره شهد خطوة ناجحة باتجاه السلام والازدهار. كان الطريق طويل لنصل إلى هنا، ونحن بحاجة إلى مساعي دبلوماسية شاملة لكي نتأكد من إرساء السلام ونضمن استمرارية هذا السلام، ولي المضي قدما للتأكد من أن العناصر المدرجة في هذه السياسات تخفض من الضحايا المدنية، تزيد من عدد الرحلات التي تخرج من مطار صنعاء وتوفير الإمدادات. نود أن تعزز التجارة في مرفأ الحديدة، ونود أن تفتح الطرقات في تعز وغيرها أيضا. إذن هذه الاتفاقات تسمح لنا بالتقدم تدريجيا، ولكن يجب أن نتحلى بالدبلوماسية لكي نتأكد من أن هذه الاتفاقية سوف تدوم. طيب سيد روزفلت، يعني في الآونة الأخيرة تصاعدت المطالبات بتخفيف الأزمات في الداخل اليمن. برأيك ما الذي يحتاجه اليمن للعمل على حل هذه الأزمات، يعني بعد تخفيف أزمة الوقود وغير ذلك، ما الذي يحتاجه بعد؟ يجب أن نتأكد أن الطرفين، أن الحكومة والحوثيين قادرين على إجراء حوار من دون أي تدخل. حاليا التدخل ضروري وإلزامي، ومن دون الولايات المتحدة ودول الخليج ودول التي شاركت في هذه العملية لما استمرت هذه الحوارات. إذن أعتقد أن هذه الهدنة يجب أن تستمر وأن نتوصل إلى مرحلة تسمح للحكومة والحوثيين أن يتفقوا على اتفاق طويل الأمد حفاظا على السلام. طيب سيد روزفلت، برأيك ما الدور الذي يمكن أن تلعبه بعد الولايات المتحدة للوصول إلى حل لهذه الأزمة وللتوصل إلى حوار ومفاوضات تنهي الحرب؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تقوم بالدور المناسب والأنسب، وهي تقوم بدور الوساطة وتسهل هذه المساعي، ونتأكد من إيصال المساعدات الإنسانية، ونتأكد من أن هناك حزم اقتصادية متكاملة، وأيضا نضمن أن المواطنين واللاجئين قادرين على التنقل ويتم حمايتهم في هذه المرحلة، في حين أن هناك جهود لإيجاد بيئة مؤاتية لإرساء السلام في المدى الطويل. إذن نلعب دور الوساطة ضمانا للسلام، وهذا الدور المناسب للولايات المتحدة حاليا. نعم، شكرا لك سيد آدم روزفلت الباحث في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة.